من ضمن فعاليات مهرجانات سوسنة صوفر 2019 وبرعاية بلدية صوفر، معرض سيدات آل شيا بعنوان صوفر للجميع، حفلات فنية وثقافية. العديد من المؤسسات المشاركة، أشغال يدوية وحرفية، لوحات فنية للعديد من الفنانين التشكيليين، مطاعم متنوعة، وقسم مخصص لألعاب الأطفال. مع معرض سيدات آل شيا ابتحلى الحياة. كونوا على الموعد من 30 تموز ولغاية 4 آب برعاية بلدية صوفر. ما تنسوا تزورونا بمعرض سيدات آل شيا 2019. صوفر الثقافة، صوفر الحضارة الدينية، صوفر السياحة، صوفر الازدهار، صوفر جمال الطبيعة والمياه العذبة، صوفر القصور الجميلة. شو حلو الحياة بصوفر. صوفر يا أم الدنيا. ما تنسوا تشاركونا بكل نشاطاتنا الثقافية والفنية من ضمن فعاليات مهرجانات سوسنة صوفر السياحية 2019. شو حلو الحياة بصوفر. يلا لقونا على معرض سيدات آل شيا 2019.